200 دينار الحصه التدريبيه، احسبهم في 5 سنين، احسب قداش فلوس باش تفهم انت انه راهو ما كانش ثم منطق في التسيير. وقت تسيب البارك هو شنو هي العمليه الكل؟ هي العمليه الكل عمليه نتاع صيانه واعتناء. البارك ايتي ديليسي كومبليتمون، دونك وصل لك الفتره معناتها لك الحاله المؤسفه معناتها اللي وصلنا لها، ومعناتها ما عادش اسمه بارك، ما عادش مع الاسف. توا معناتها الملف هذايا فما التيران برانسيبال هذاك توا براتيكمون احضر، مازال يمكن حكايه دو سومان ويبداو يترناو فيه، معناتها تحطت الكوش الاولى توا باش تتحط الكوش الثانيه. البارتي الثانيه مشينا قابلنا الجمعه اللي فاتت رئيس بلديه تونس شيخ المدينه سيده سعاد عبد الرحيم اللي نتوجه لها بالشكر، خاطر بالحق معناتها وريناها شنو احنا كفريق عندنا باش نعملوه وشنو مطلوب ابريتو من البلديه، لانه باقي نحن في ظل القانون هذايا نتاع الجمعيات راهو معناتها خاطر الناس تقول لك لا فريق محترف يعمل على روحه، لا راهو القانون نتاعنا ماهوش قانون احتراف، راهو مازلنا الجمعيات تنشط في اطار قانون نتاع هواية، لي كونترا هما عقود احتراف، لكن القانون اللي قاعد كيغيجي معناتها البطوله وكيغيجي الجمعيات العمل الجمعياتي هو قانون نتاع هواية. القانون هذايا يفتح الباب للمؤسسه معناتها للجماعات العموميه كيما البلديه والولايه وزاره الشباب والرياضه انهم يتدخلوا في اعانه ولا مساعده الفرق هذوما. طلبنا هذايا، هذا حق للنادي الافريقي، طلبناه لقينا منهم كل التواجب، وان شاء الله بيانتو معناتها تري بيانتو الاسبوع المقبل بوتيتر ولا اللي بعده باش يجي ثم معناتها لجنه نتاع واحد باش نشوفوا معناتها شنو فيه البارك وباش نكملوا بقيه الاشغال. الاكيد والثابت انه الهيئه هذه وقت اللي قالت انها باش تصلح البارك بدات الاشغال، خدمه كبيره برشا برشا، ما تنجمش تشوفها في 10 اشهر، ما تنجمش تشوفها في عام، لكنها انطلقت.